بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شين أسأل بينجم لمرفوعات مانيا بينجمش مع لو اسمعني كمرفوعة كاسم بابي كان كاله اسم بابي كان طبعا كان لو اشتاني كاش اسم تداو خبر كاش اسم تداو خبر فورمي جملة كاقوري إذا قاعد نعم تدعو خبر نعم يعني تبلام أويك متداب هو أبيت اسمي كان أخوي كان فعلة فعلي ناقصة وانية في شخص ما فعلي ناقصة أويك ما أرفع كي طاو نعم وانية على رصة كافي يصير شيء كتير هاي بوي معنى في طاو جاك أبو أوى اسمي بابي كان كودي بابي كان أبوي كودي بابي كان كان وكل نامي هي ذات وناو أصلك يعني بلا خلون بوبا أخوي في شخص ما فعلي ناقصة في شخص ما بابي كان جاك على اسمي بابي كان نوعي نوعي اسمي بابي كان هل تولك لو تشي اسمك كان دائما مرفوع به حالي براكم ايه باش براكم شو كلا ابويا كان بيناس طبعا بيناسي ناكا لرا اسم بابي كان مثلا كان شيرك افعالي ناقص سيبو شو كلا عاملة في شباك بي باس كبير ليه بيناسي كدوا ولا يجهروتي لا يدخلوا إلا على المتدعي والخبري وابو كلي بقى قاعدة ام جاوتی شی مصفوعه که پیوته ایس مصفوعه پیوته خبر بودی. بله خوب میگی. و همو آن باز کدوا ولی ردو باری نکاتو. جالا و حکم و حکم فاعلی. آره حکم خبری بابی کانه حکم چیه؟ حکم فاعلی. حکم فاعلی انشا حکم فاعلیه. من لویکی حکم واجب المستتیر به جایز المستتیر بیت و حکم هایی که همی هیبو با فاعلی. جالا حکم فاعلی یعنی لولا نوانه یعنی به اسم به. يا بي مؤول باسم بي بالضبط هاوا كان حكم شو فاعله باسمك وسوكو زيد وعمر بكر وابي يا اشتي مؤول باسم ولا غريب انك قائم بلغني قيامك يا باسم يا مؤول باسم بي بالضبط واي براكم لست لواك دوكو شو عامل في شيء فاعل في شيء عامل ناكوت بالضبط بما شو مثلا عامل في شيء ناكوت في شيء عامل لك في شيء عامل لك وكو مثلا شو لينك اوتي فاعل حذف ناكره بالضبط ما قال شيء مصدر به وعني ذاك ايش بها ما شاء الله لو هاك فاعل يقول جه ضمير به اقول جه اشكرا به وعني لو هاك جه مستتير به يقول جه بعريس به لو هاك شيء شيء قال فاعل شيء بعد كذا روح مو امانه بس هي تي حكم مو حكم الفاعل كاو حكمه كحكم الفاعل باش ابرا ايه ويشو كان في وقت اسم او طبعا بس في وقت اسم ويكا حكم الفاعلية شو كلا مثابة لش يعني فاعلها يا بو فعلك وابراهيم جاله شيء والسادس خبر بابي إن حوتما لمرفوعات خبري كيا خبري بابي إن بابي إن يعني بابي حروف المشبهة بالفعل أو في تعني كوالا فعل جم حروف المشبهة بالفعل يعني شيء وانك الفعل جم لا كمال بيت من هي لسبان عربية كشجر دانن أما أنا اللي شوني كان بفعله هي لسيرتا يكمل الروبة قعتوا كفعل لسير كم تنا بأما إيش بقعد كان لسير كم تنيه لبيجي زيادة نية عشان أكو إن أن ليس لكن لعل كأن وهاي كأن شو عارف إذا لكن بينجا لو الفعل ماضية كتا كان حركتي لسرى كابو أمان كتا كان همي حركة لسرى فتحة مفتوحة لو وكشول مثلا ضروري معناه ضروري معناه معناه فعل أنت هل كلام معنى إن معنى لي معنى تحققتها كأن معنى تشبهه وليت معنى تمناه لعل معنى ترجعه كأن معنى استدركه فاش براك ألم الرول كلا فعل شن أم حرف عنا أما أنش بهماش شو شيء أنا بيت مرفوع منصوب يعني بيت والله أما اسمك منصوب كان خبرك مرفوع كان كابو خبرك كان لا شيء اللي بيري مرفوعاته بتأكيد وأمره كأمر خبر المبتدأ يعني حكمه أم جاء كارو باري أعم خبر بابي إنه يكو شيء واتانه كو خبر بابي مبتدأ واتانه لا شيء لو أكاب أقول جه مفرد بيه أقول جه ويقدر أقول جه متعدد بيه وايا أقول جيم مفرد بيقول جيم جملة بيه، أقول جيم مذكور بيقول جيم حذف كراه بيه، وهاي براكم، هو نبراكم، بلغ إيه،
قبل راكم جيك بس هاي كان الجناب كر بلف قلت يا ماما صلتوا عليه خبري بابي إنا وأمره كأمر خبر المبتدئي بلف واهي وأنا ريت بلف واهي ديك أبو من نبوه هي الموانع لو تدا دروس ولا لينا دروس دي خبرة آه ديك شو راكم بلف لو تدا دروس ولا كشيك لبابي إنا دروس دي باشا من ابو بين مو لا تريد نال لا يوجد اذا هو استنال اين زيد يكون جاهز اه ايه وإذا قلنا إن أين زيدا لا يجوز إن أين زيدا دروس إن أين زيدا بلى خلا إن أين إن أين زيدا دروس عن جملة فمن خلا و فاختلف حكم خبر إن عن حكم خبر المبتدأ والواجب إن يقول بسيار واحد بلى خلا واحد براستي زيد لك فيها هم أدادي أين استثناء أين استثناء أين بلى دي خبر عن لغوش هدوس أين زيدون؟ أين زيدون دروسا؟ بلى. لزيدون متداع أين خبر فيش كوت؟ بلى. أبو شيء لقى إن أين زيدون دروس نية؟ هو نية كابو متداع عليها كابو حكمه كحكم متداع نبو خبر متداع نبو. إيه والله ما شيء بوا. ها؟ والله فلبلين. ام بهوی بابا که خویه تی بهوی بابی این نو. چیه؟ ام بهوی بابا که وای کرد و که خوی امتمن استی اداد استی استیفام که که چه اسر اسم لیرک چه اسم که ولام لپیش و این نه تو. نه ولی قصه که کاله و امر و که امری مخابره مبتدایی. بله. يعني بدوای مثلا به مرجانی که تیاتی بنبونی آم وانی که هی. يجي له معنى كان نبي اسمي إن اسمي أن استفهام به أوه استفهام معنى يا جملة إنشائية به كأوتي يقول جاي جملة بتقول جاي مثلاً مفردة بقول أقول عن شو جملة جملة هي خبرية جملة إنشائية نبي تخبر اسمي إن أو أنا هل بقى مثلاً برضو هل زي استفهام أو أنا اسمي استفهام نبي اسمه خبر بوك يبغى إن أو أنا هو معنى عن كأولا وأمره كأمر خبر المبتدأ بعدش وجود الشرائط وتي وانتفاع الموانع. بابا. هذي برام. أو اللي رام معنى عكلي لا شيء اللي رام معنى عكاوي موانع حياة كاستفهام. أو لا وهي اللي برام كابو رخلنا لا سيب شو كقالوا وأمروا كان قبل المتدعي بعد شيء وجود الشرائط وانتفاع الموانع. بابا. هذي برام. لكن لا يجب تقديمه على اسمه. لرا مثلا صيام لكني استثناء نجو امره كامر الخبر المبتدا لا مشكاك او وايا بله ياخذ دروس الخبر كيش المبتدا بكوي وايا اي دروس الخبر كيش اسمك بكوي عليه لكن لا يجوز التقديم على اسمه الا اذا ان يكون ظرفا لرا بلا مثلا هاي جواز استثناء هي لبين فاعل الخبر المبتدا ولبين اسم خبر باب انها لخبر المبتدا دروس بو خبر كه پیش اسم كه بكوي پیش مبتدا كه بكوي بلان لدا دروس ني نه بري ان خبر كه پیش اسم كه بكوي بله علي راكم بله صغيره رونا بله رونا في العرب انا ما عندي سؤال عشان اول انا صراحه الا تكيت شي راي لو شو كم معناه وكو فعل معناه فعل تياو كان مشابه بفعله هي خو فعل فعل كه پیش يعني پیش مفعول كان عكبه يا مثلا بالاصل واي بيجنا كيف نعرف بيش كيف كلا اصلا كيف بيجنا كيف فرع كيف هرنا بيش كيف الله بس ما على عرنا ما بيستوى باشا اي على دروز نية بيش كيف تني خبر كيف بس الاسم كيف ما قال لك يعني نبي ما قال كات نبي كأجل هاتو خبر كيف ما ظرفه أجل ظرفه دروس بيش كيف ظرف زين يعني شيء بلخ عن جامع تقول بلخ علي برام بلخ فقال فما إن إلينا إياه إن إلينا إيابا ثم إن علينا حسابا حساب الهدي كان تيبا
إلينا إلينا وعنيا علينا هل يجان توك جار مشهور بلى بس كوتوا هاي براكم بلى بلى لغير جار مجرور وظرف أنا ما عندي وا يا لشي إن في الدار رجلا إن في الدار رجلا ولا في الدار بيشكوتوا بيشكوتوا مثل رجلا إن من البيان إلى السحرة بلى قربان هاي براكم إن من البيان إلى السحرة أو إجبع ما شو إن من البيان إن في إن في ذلك لعبرة إن ذلك إن في ذلك لعبرة إن من إن ذلك لمن عزم الأمور بالضبط إيه ده براك واضحة واضحة يعني قال هاتو خبر كمان ليلة دا ضربو أو دروس في شيء اسمه كيف كيف ببيع منازع وببيع شيء ببيع كمان لبين نحوي كان هميا بلان ودروس علي براكم إيه باشي تشي السنة مدولايتو قربان نخير سيوا هي الدروس قلنا إن قريبا منك زيد منك زيد إن قريبا قريبا هو اسمك إيه بلى بس منك زيد شيء ده خبر وهلا خبر عني مطلع منك زيد إن قريبا منك زيد يا اسمك ما إنيك ما إني اسمك أي منك زيدون شيء كاف مفعول كذا على رأي تقول قريبا شيء قريبا شتك إنك ليه هو تاسم كسي زيد كمعرفة هو تخبر فهذولك أبوا زيد منصوب أبوا قريبا مرفوع أبوا يعني إن زيدون قريب منك كتير سوي خلي إن قريبا منك زيدون أو نمونه دروستا روح صار دروسا أجا منك زيدون مالي وعنيا يا أبي زيد كعب خبر يا منك زيدون جملة كعب خبر مالي كتوضع معنا كم نية عشان كم نية تعالوا بقريبا نوفر سير مالي برام هو قصة كده سكان سيبويا أمش دروس تزبعني عربية تواني بكاري بيني وعشا براكم إيه والسابع خبر لا لنفي الجنس خبر لا لنفي الجنس حوتمان لما رفعت كان خبري لا ينافي الجنس خبري لا يك ينافي جنسك وابرام خبري لا ينافي الجنس يشبه ما شيء وشيء بيت مرفوع بيت ده براكم لا ينافي الجنس زاني خوشيه شيء قلنا في او جنس اكاد كجمله كاره يعني شنا في جنس لا هم ترى في حكمي ولا في جنس كان في حكمك أنت بس نقول جنسك حكمك أيه كون سبب منك كسر قدام جورا نادن هرنية أخي ترى لا في حكم ولا جنس في حكمك تجينا في ذي قا ولا حكمي فاعل كرني كس اشتغل خبرك يا خبرك حكم معك تولي لا رجل في الدار موجود كلنا في كل هذا وجود رجل في الدار كاتو وجود لنا في كدوة وعنية لا أبا لكم أبوة باوكاتي وإيوان باوكاتي اللي ما نقول كشيء كحكمك لا قد أعرفه كاوتو نفي 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 باو نافي نفي رجل إيش ناكي نفي رجل وعنية وجود رجل كده حكمك أمانية إذا روح بقياني خبرك بلى يروح بقياني وصفك وصف اسمك بلى وصفك لك يا هي اسمك اسمك هي فانا الله شي الاخوال ولا اخوال اي بيتو كحكم خبري الله سينيا جاوان لدوايو كيف فرمي
حكمه أيضا كحكم خبر المبتدا ليشتهد اشتهي لي ونسأل لكن لا يتقدم الخبر في هذا على اسمه ولو كان ظرفا لأنه أضعف عملا لأن عمله لكونه محمولا على إن وأيضا أن خبرها لو كان عاما كثرة حذفه عند الجمهور كابو كاله لا لنفي الجنسي عيلا في الحكم عن الجنسي قال نفي حكم واتى نفي وصف صفة جنسك نفي صفة جنسك لا رجل قائم في الدار فاني نفي قيام ما لك يكذوا لا رجل نفي رجلية ما لك يكذوا فياو هذنية فياو يك صفة وابي قائم به لوينية واضح عبد الله وحكمه أيضا كحكم خبر المبتدأ حكم وبريالا كاني أعمنا يا خبر إلانا في الجنس وكل شيء وحكم حكم خبر المبتدأ لو يكا بعص معنا كده وانا أبو لو يكا بعص معنا بيت أقو جيه جانا أقو جيه متعديد بي أقو جيه مفرد أقو جيه جملة بعص كلاب بي حظف كلاب بي وانا أبو لك هم أمان لي شبه همان شو همو شتان شمولي أكا شكو من هلا بشكل نواسيخ جيسو متدو خبر بلا أمانة هي لي لا أو لا أو يستثنائي كذا كل شو كذي وتي لكن جدو تقديمه لا جدو تقديمه ويا تقديم الخبر بس اسمه كان عبي بعض الفيش به بلا تقول عربي نبي سلاوة لو مش عملي أم لا وصل العمل كان يوم عين تريان لبرو كا ناقون جيت فيها شيب كذي بلا حالي براكم يعني دائما بشو لك اسمه كي هردي حالي براكم بلا ده براكم نحو لا غلام رجل عندنا كابو كذا قرهاتو مثلا بنمونه قرهاتو لا يكمن بيني لدواء يعني مرفوع هاتو منصوب نعاتبه بالضبط عاشا لدواء لاكو تلعبو لا موجود رجل في الدار بالضبط او بيرزن كوتو لا موجود في الدار لا موجود في الدار بالضبط إيش بنتو اسمه في الدار؟ موجود لا موجودة في الدار. الواقع إنتو. بس. لكن خلنا لا موجودة في الدار. ولا كابو تبعنا فين موجود ليس مكياتي. بس. في الدار وتشيوت الخبر. بس. عارف لكم. ولا هاد روزني بدي دا موجودون. أجل قال هاد القفية كانوا تقول هاد الدواء لا في الجيس اسمه كي مرفوع هاد. بس. لم كاتي على عملي كي معنى مرفوع كاي لكنية. عملي كي مو مقدر لكم. بس. علي بلاكم ليه بلاكم بلخ يلا بروح كل شيء هناك لا غلام رجل عندنا لا غلام رجل عندنا بلخ ليه بلاكم هيج غلامي بياويك لا إيمانية بلخ صار غلامي اسم الله كنية بلخ مضاف إلى رجل أم عندنا خبرك يأتي بلخ وعندنا شيء خبر إلى كيو ده بلا كم ظرف ويظرف قرب ولا ينعكس بلا ما يشتد هي دروس حذف كدني خبرك لا نفي الجنس حذف خبر دروس هذي بلا حذف خبر لا نفي الجنس دروس بوك ولا اللي بين تاني مكان تقول أنا هر واجبة أجا قرينا هو واجبة حذفك علي بلاكم يعني لا أوان واجبة حتى علي لا بنتين ولا لفظ أصلاً خبري لنا في المجلس إثبات ناقص علي بلاكم دائما إشارة نو خبرك علي بلاكم كذا قال لا أهل ولا مال عنشي لا أهل موجود ولا مال موجود يعني يا لا أهل ولا مال عنتف فلا نتف المال علي بلاكم في إذنك على هذا خبري وتعديد كي إيه هل إيش بنجي يعني لو هل رواتها في شو كشين حكي شو شيني يعني إيه ده بلاكم رونا بلخ رونا أم جالسين
والثامن اسم ما ولا المشبهتين. هاجتمع لمرفوع اسم ما أولئك كشيء المشبهتين بليس. أو ما أولئك لليس عشان. فإنه ما أولا كهدو كان لليس عشان لشيء لليس عشان. يكما لروي معناه. معناه ليس بو نفيا. ما أولاش بو نفي. لو مش على روي عمله. وانيا ليس اسم مرفوع أكا ونكادو خبر منصوب أكا. أمش بها معنى شيء. علي براكم. أمدو. ذي بلاكم. عليه وحكمه. حكم المبتدئ. حكم اسم أم مولاه وحكم المبتدا وتعني. بلى. كلا فيش بعض ما كلا بعض بس كان يعني. شر ما فيك كوتيو قوة تعني يعني شيء. لو هيك أبي اسم به يا مأول باسم به. جوزني فيش كي وصل عامل لك يا. ولا جوزني حس في كان ما قد مصدر به. أقول جيل ضمير به. أقول جيل ظاهر به. أقول جيل مستدير. أقول جيل فارس به. بلى. وأنا بلاكم. هم أمانة ليش يتدي. واضح بلاكم والتاسع المضارع والخالع عن النواصب والجوازم نهم عن أخير ما لمرفوعات كان شيء فعليك مضارعة كروت لنواصب وجوازم فلان يكبر شيء هذه أول سمة ولاك إيه سلا تقربا إيه لا تحين مناص بلا أول لا تشيء ولا تحين مناص هدي في أنواع لا تخوي بخوي حرفك لا ت هذي بلاكم يعني لا تحين حين مناص لا تحين مناص شي حزب كلاوة حين كنت حزب كلاوة اسمك حزب كلاوة قبل كيد بعض كلاوة لا تحين لا تحين حين مناص أو هندي في أنواع لا كلانا في الجزء وتيكلا سي زا كلاوة لا كلانا شي مشابه ليسي لا مشابه ليسي شي لسا زا كلاوة تاي لسا زا كلاوة لغة ذاكا فأبو قتل لا ت كان حين مناص خبرك بس كلاه اسمك حزب كلاه ليه ده لا ت حين حين مناصي علي بلام لا تتن هل سر حين سر حين سر ظرف بيزولي سر ظرف بيزولي سر سر ظرف بيزولي يعني خاصة بظرف هو بيرا لا ت لا لا نفل مشابه لسنية شو قال هل لا ت خوي وشيء كا بتعرف خاصة بظرف هو علي بلام إيه اللي جي جالن كاك جونجيلا أنا في مشابه ليس بتيش هذا السري والله بعرف سو بيع عمل كي شيء اسمه خبر خبر موصوبة كا معناه إنه في شيء تيا معناه في شيء تيا علي بلام إيه والتاسع المضارع وأنه هم شيء فلك مضارع كواد روبة عن النواصب والجوازم النواصب إلى سرة نجازم إلى سرة هل كان فعلي مضارع عنده عين لسنة مرفوعة به هل يبراكم إيه چونك أبو أقا نواصب إلى سرة ومنصوب يكا أقا جوازم ومزوم يكا وكذا مجبولة بعملية كي لضغية متأكد يقول شو معنى عملية مضارع عملية كي معنى إلى رفعها هل خدي نبوني ناصب وجازم لسرة خوي عملتها واضح براكم وكو يضربو يضرب يعني سيضربو مفردك يلبك مرفوع يضربان بمثل نايو براكم رفع كيبا شيء بحر بحروفة يعني يضربو بحركة يضرباني بحروفة إنك رفع كيبا إيه براكم وأما المنصوب وأما المنصوب فثلاثة عشر أنا كاسم المنصوب من شان دانية سيانزة دانية أو مرفوعات طوابو مجاشر سباسي شي باسي منصوبات على وأما المنصوب فثلاثة عشر أواني كفية وتي منصوبات واسمك بالنص ولكن سيانزة دعنا بضبط إيه بعكم لو سيانزة دوانزين اسم بضبط دوانزين شيء دوانزين اسم أي كشان فعل مضارعة بضبط علي بعكم أم جالو دوانزين بينجان مفعولة كان بضبط حودي شام الحق من مفعولة بضبط بينجان مفاعيل كانن حودي شان شيا ملحقاتي الأول منها المفعول المطلق ويكم عن هيك لو 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 صيانه دانيا مفعول مطلقة منصوب يعني شيء منصوب يعني شيء ومنصوب لنصبه نصب يعني العاصف يعني راس كراوة يعني دان راو شقين راو هذا إذا مثلا كابراهيم قطعية دانيا لقى نصب قطع يعني قطع كي منصوبة يعني شقان دويتي هالي براكم
مرفوع يعني برز كلاوه بلا منصوب يعني شقين راو يا ثابت كلاوه تسبين راو اصل لغتي عربيه وايه وكم انا لغه يكي ما هي اصطلاحي هذا شيء بو حركه يا عرن كاده بتي ب ب معرب معربك كحركه يا فتحه يا دو تنوينه يا يا ونونه هذه بلاك بوجي بيوترا نصبا ما بو 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 بين برفعه او تي مرفوع وبمتين نصب لاني يعني او مرفوعه شو كاده كي اخوانينا انا ابي شيء بكين رفعي بو بكين واثار الزباني ليبي انسان كعلي يضرب وها هو ليه وجهي غيب وقنجاني فلان نصبا يضرب به يضرب به شي اكيد دعا رفعي بنا اكيد دمتي بو هواش اكيدو ابو على او ابو بك على او فونتا وتو انا امن نصبا علي براكم كانوا مثلا تو رجل وعين ببرابري خوران لا ليضربوا ولا رفع يا دائما انا ايش بكي قبل اللي هو كان بيت بيش وجول اللي بس كنا يزبان شيء واقعي يضربوا واضح حبرام إيه جاء على شيء على أول كمنصوب منصوبات من سنة سيان ضد عن أبو يكي لو أنا شيء مفعول مطلقة علي براكم يكي لو أنا مفعول مطلقة مفعول مطلق ده براكم بو بيوت مفعول مطلق هیچ حرفی چونکه هیچ قیدی که تو نبسته نبسته تو بسته ریگ نیه نه و نه به بهی لهو فیهی معه آها تو که باقی که این تدشین باقی که این قیدی که این نگاهه ام به بی قیده و نه و نه مفعولی که مطلق این دکل خواب خیر خوی مطلق قید نیه هر خوی مفعولی مطلق مطلق وی قید نیه علی براکم لنا شعري قربان مطلق ما ودانا هذا مطلق بيان قيد نية قيد أو يكون فيه معه له ببيع نودره هو يعني مفعول حتى كلام في المطلق كيف أنا أبو بيان أبو توبزاني أمل قال أنت لا جوازا يعني نشاني جوازية هنا أخو هر مفعولة مطلق شيء هر نابة مطلق ما بو شيء هنا وأنا بس بو بيانك حالي بلاكم بو كذا بلان بري أو أنا بي حالي بلان إيه في هذا مفعول مطلق بل باشا براكم بل اما في المطلقه دائما لتيب يك دي بزوري دي براكم بزوري كلمه في المطلق يعني كابو معناه مصدريه بل معناه مصدرك جعله وهو وهو اسم ما فعله فاعل عاملين مفعول مطلق شيئا بل اسمي ما نابي اشتيكا فعله فاعل عاملين كان جامي داوى كي بكري دراكم بكري فاعلي بكري فاعلينك عاملك بله دراكم بكري عاملك ان جامي داوى حدث وفي مطلق شيء حدث حدث يعني يعني اوفي عليها اوفي عليك وفعلك كدوتي بله اوفي عليك وفعلك كدوتي بله فعلك لا معنى مصدر كذا مفعول مطلق كذا بمعنى مصدر تعبير تعبيري كذا مفعول مطلق ده بالعكم ايه جاء لذا على سيروتي هو اسم ما بوتي هو اسم ما نايشتيكا وعني شو كواخو ما فعله فاعل عامل معنوية بدخل بان معناه وعني بالعكم يا فوق او معناه دي هو مفعول لاقطع من لفظه وعني بلى قربان ايه كتيوتو معنى اسم مع ذي بلاك اذا انا بويك التعبير بيلوي كان قسيما في بلا بلا الفعل الفاعل مع شتيكي معنوية درناك به الا الاشياء لا شكي لفظي عن نبي اي شيء مفعول مطلق كي حدث كذا يا خالكاوي وخوي معناه أوي كم فاعل كيكا شتكي معناه كيكا معنوية كي هذا اللي كي هذا من دس بانك أشتى معنوية لاسمك ك كبر الدلال كلا سأشي لس أو معناه حالي برام إيه أن جارشي ده براكم فعله فاعل في عاملين مذكورين مذكورين يعني لفظاً أو تغييراً أو بمعناهم كأنجامي دابي كي أنجامي دابي فاعلي عاملك
بوتي فاعل عامل ايش هو فاعل عامل جامع دائما واحد استكش ذا يقول مفعولني انا ده مفعول وانا بضخ هذاك سكت بيتي اجا فيش دفع لك عامل اجا فاعل لك هنا بيت شلون تقول مفعول مطلقي اوا هجرت اللي بيننا هي لا بيت بويك قال لنا نحن قال فعل وفاعل عامل قام به بحيث يصح اسناده اليه ابي اول جامع دائما دروس فاعل بدين بولاي بضخ هذه الرقم جاكت الفسادة دي كابوتو كواليت فعل وفعل عاملين وانيا يصح الاسناد اليه يا باشا مات موتا مات موتا وانيا بياو كبرت بمرت يخو مردون خوين هيكا وانيا عامل اصلك فرودقارنيا حين بلينيا يكالي الان موتا نعم وخوين اطلاق به وانيا بلخ ديو لكم على كاكي يعني كلمات موتا بل فاعل حقيقي الله يا بل برام تأثيرك هند ديال اللس كابرا كأنه خوي فاعل إني مرنا أي شيء كاري قالي مرنا هند اللس كابرا ديالا كأنه الفعل يوم فاعله فعل أم موتنا ديو لكم فعلي كيا فاعلي ماته بل واضح براكم إيه هر چند خوی وادار که کفیل که ای اونو ببرم لبد بونی کاریگری زور زور لسری که آنها خوی و تفاعل بالا خوب واضح حبرم هم جعله چی به جا که فعل فعل و فعل و عاملین او عامله چی به مذکورین بالا لفظا باز کرده به جا لفظا باز کرده به او تقدیرا عامله که باز کرده به لفظا بالا یا تقدیرا یعنی چی تقدیرا يعني الرسكاتوانين بخير لفظا وقوف ضرب الرقاب فضرب الرقاب اضرب ضرب الرقاب وقوف ضرب الرقاب بل اللفظة هيج عاملة ديابية بل امشي تقدير يعني اضربوا ضرب الرقاب جاء بمعناه ابي شي بيت يا معني جاكن أو عاملة أبى بمعناه مفسيبة بمعناه مفعولة كبه بلق ربنا ليه بلاكم عاملة كها بمعناه مفعولة كبه يا لفظ كان وكيا جوابه يا لفيك هذا معنى كان يقبل بلق ما به مفعولة كشتيك به معنى كشتيك تربية عاملة كشتيك تربية عاملة كشتيك مفعولة كشتيك تربية أبى مفعولة كلا قال عاملة كها بمعناه يكتربن بلق بلفظ كش يعني جواز به بزمان معنى عن جواز به حالي براكم بضخ تقام معنى عن جواز مفهوم مطلق ديام كاتا حالي براكم بضخ رونا رونا قربانيا ايه ايه وكو تشيل هناك نحو ضربت ضربا سارة ضربت ضرب ضربت ضربا بله هم جار وضربة يا وضربة 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 بله ايه سيروني ضربت ضربا يسا ضربا مفعول مطلقة بله بو شونك امشي اسمه اسم بو ما بو معناه كشيك حدث هيك كضربة بله وفعله فعل انجامي دي وفعله كتيكيه كفعل شي عاملك كضربة بله ويا بله سكتا هم جار مذكور شي عاملك بله ضربة مذكورة لفظني مذكورة بل لفظ مذكورة مطاعو ضربة أمان بو نوعة بل ضربة أمان بو عددة بو عددة ويشان بو نوعة وانا براكم كابو قنجي مفعولي مطلق جالبو تأكيد بي جالبو نوع بي جالبو عدد بي بل حالي براكم بل إيه؟ وقد يكون بغير لفظه جالي واشي عاملك جال لفظي مفعولك حالي براكم عامل لك شيء عامل لك اشتيك او لفظ مفعول لك اشتيك ترن بغان له معناه هذه هل يقبل نبل له معناه جواب بكو قعدت جلوسا اذا جلوس ولا قعد يا قاف عين دال او جيم لام سين بغان له معناه كا يقبل معناه له معناه كا يقبل معناه
ولا مش بو تأكيد وين؟ بلا بو تأكيد. بلا جاكابو كارين مادة ليك جواز بن بلا معناه إن يكبي يا بابا كان جواز به بابا نحوي صرف كان أنبت الله نباتا. بلا أنبت الله نباتا. يسأل نباتا ما فيه مطلقة. بلا نباتا ما صلي مجردة أنبت فعلك مزيد فيه. بلا مزيد. علي بلاكم. بلا. أما هالدروس شو كلا بري بري بابا كان يجني بلا ما كان يك. معنى كيش أنتي هل يك؟ كأبو مرجلة لهنا لا مفهوم مطلقة عاملك لا قل منك لا قل مفولك أبي له معنى يقبل. يتم هذا كيش أن جاوز قنا بس معنى كان نبي جاوز في الليتر. المعنى كان يعني يقبل. معنى كان أبي يقبل. باش براكم. أم جعل وقد يحذف فعله. جعل وهي فعلي في حذف كذي عاملي مطلقة حذف كذي. تيجي شو براكم؟ طبعا كيف حصل كده بس دي قيامي قرينتين لبلبوني قرينه بلقيق لسري بلقيق هي كيف معنى اللي هذا أما حذف كراهه ما لم بلقى هي أتوانين شيء بكين أتوانين عاملك حذف كين إيش معنى بينية شو الأسبانية العربية قاعدة واتعني يا سوا تعني كلام ما قل ودل ليه واضح أبرام بلى إيه وكل شيء نحو أيضا أي أعضاء أيضاً. أيضاً. بلد. أيضاً كيا. مفعول. عمل وكيا وفعلك مقدرة. بلد. يعني أعضاء. أيضاً. أعضاء أيضاً. وهي. بلد. أعضاء يعني عادة. قرايا وبقرانا. بلد. علي براكم. فاش وايدي هذه سكاني أيضاً كبكادي معاملي هلا قلانية. بلام لمعناها يا سجالة. أيضاً يعني قرانا. بلد. وهي قرايا وبقرانا. يا دوبارة. لا خو ما بدوبارة معناها كأنك كردية. وعني برام دوبارة ما معناه كده برام أقول لقواعد اللغة العربية شو المعنى يكين يعني قرانوه قرانوه بلا قربانية ايه بوزاجة بيشوكا وكو أوي بيشوكا عنه بلا ايه كعبو دروسة ايه ما تشيب كين حسفي في على كيب كين بمرجك قرهاتو او حسفة كيكين لشوني قليني قبو بل قبو لسلوي كحذف كلاوة حالي براكم هلا جال نحو عند نمونيه انو لك تبقى انت لا قال حسفة كما يا جوازة يا واجبة ان جاء حسفة كما جوازة وقال خير المقدمي وكابلك على سفر ديتو خير المقدمي يعني شي يعني خير مقدمين يعني تو هاتي تواني بشاكتين ان شاء الله هاتنوبه يعني قديمتا خير مقدمين عاملك حذف كلاوة قديمتين اولا حذفك جائزة كوش قلنا قلنا حالية كابلا لسفر هاتو تواني كود خير مقدمين يعني قديمتا خير مقدمين بلا قربان هالي براكم هيدي قشمان هي لحذف كان وجوبي وسماع وجوبة بلا وهي سماعيش العرف العربي استو معنا وكو أم أيضاً سام أيضاً لما بيستو لقلات شي بينا توانع عامل كبيرا باباس كان بلان أعضى أيضاً هل أيضاً يعني نصيره وكو ساقياً ساقياً وكو شكراً تقول لك معنا شي وجوبك سماعين العرب هو بيستلاب كابل مش عامل كان شيئين حسك انت ناكوا عن باسك باشا براك ويجوز تقديمه على عاملي دروس مفعول مطلق بيش عامل كيف كيف هل براكم بنا مع بيه بو تأكيد بيه بو عدد بيه كم كان بيه دروس هل براكم بلا هندك في أنواعه تنها نوع عدد بيش كيف أما تأكيد بيش ده كيف عندنا نحوي كان أولا ويجوز تقديمه على عاملي تخصص هنا كدوا مفعول مطلق دروس بيش عامل كيف كيف بلا قربان. يعني كاتر كوزي بنوع به يا بو عدد به. إيه وتوكيد بو؟ أنا دروس نية. بو شو كحقي تأكيد أو تاني دوايت عامل كيف به؟ أما ده عندنا إنه حاد وعلى. بلا لا ما مصبر كيف تخصص هنا كده. حالي برام. بلا قربان. أنا مو تأكيد إيش بها تاني بيش كيف؟ بع مؤكدة كيف يشي مؤكدة كيف؟ بلا ما أنت لو كاك أصل وعي مؤكد لدوايت مؤكدة وبي. بلا. واضح براكم. كابلا أوانو بلا أوان دروس نية. بلان بلاغ غيري أو بلاغ ما صبر كبير ولا دروس شوكا بعام ويجوز تقديمه على عامله عدد نوع تأكيد هذا شيء كان دروس آه
ولا يلزم لعامله. مفعول مطلق دبر كم بضيق شيء لازم نيه بيز دائما شيء بيلقى عامل به بضيق دبر كم يعني شيء ولا يلزم لعاملين ولا يلزم لعامل يعني شيء ما مصير. مثلا ساك فعل لعاملك كوثير فعل أبي إلا شيها بفاعلها بس واجبني مفعول مطلق دائما قال عبي لو لو هي كان مفعول مطلق لازم وبيدا يسي عامل نية بل هل كانت عامل هو مفعول مطلق كي لقال عبي بل هم كعامل هو فاعل دائما بلا قال عبي شو كعامل فعل بفاعل فاعل ناي كده بل هم مرجع لقال هم وفعل كان مفعول مطلق أبي نا ولا يلزم لعامل مفعول مطلق بيوزنيها بو عامل كان وقت مرجيا قاعد عامل هو مفعول مطلق ايش لك العابه والله مرجع فعيل لك العابه واه ابراهيم يجي شي لو فهم ولا يلزم لعامل يعني نابه تشتيك لازم وبيس بو عامل كي ايه وقول شلون فعيل لازم لازم نيه بالضبط اتواني مثلا تدان في قلبي مفعول مطلق ايش لك العابه هذه براكم بالضبط الجواب الثاني والثاني المفعول به لو هم على منصوبات يا مفعول به مفعول به مفعول به هم بهمان شوا يجي كتير على منصوبه كان مفعول به قيد شيء لقلا قيد به لقلا به يعني شيء قربان شارك يبو حبت به يعني شيء قربان إيش اللي سكره مفعول به يعني شيء مفعول به بالضبط وبيك قربان نافعل يعني بهوي او فعلك كراوا ما اجل امن الواقف لك تعقيد نابه ويبقى مفهوم بيه واني فتو علي شي ضربت زيدان ما لا زيد نتاع اجل زيد نواض ضربت ودرك اوت كاو مفعول به فعلك بهوي او ام جام دراوا با علي برام وهي فرنسي مفعول به يعني الفعل يعني الذي فعل به الفعل بله أبي كواش كراو فعلك أبوي أوه كراو أجا أو نواه فعلك ما درناك أكلت الطعام بله شو قال وتو قادناك أجا قادناك نواه أكلته درناك كذولي قادون يقول لك هبه متأكد وايا بله ده يراك بوي كلام مفعول به به جاء مفعول به دائما لما فلك أنا لزوج فينا المفعول به فيش جميع نخل مفعول به كان دعاء ترى ما سبب كيف مفعول مطلق فيش بس مفعول به كده دعاء لا بس يجوا دي مفعول مطلق لا يوم معناه فعل بلى معناه فعل هذا ولا كمان ده معناه فعل زول مزيكا ليوي دوها مفعول به يعني عارفه مفعول به ولا سيكون فاعل ولا تاني بلى فطانية وكل بحكم فاعله شون فاعل لازم أبو فعل لازم كابو اي بس هين الفعل هي لازم الفعل لك او يعني فعلك درناك بالضبط علي براكم ايه وهو وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل اسم ما وقع عليه فعل دراكم فعل الفاعل مفعول به كلمه ثانيه بتين الناو بو معناه يك وقع كروي دا ولا سر او شيروي دا فعل فاعلك ناو شي بو اوشتي وهو معنى هيك فعل فعل كده سر انجام دراوة واتك بكركة شي كده ولا سر او دركوتوه نابو كسر نابو اشتكر رجاء حالي براك جاء وقع عليه فعل فاعلي قال وقع عليه وانيا لسر رويدا به يا سر او كوت به حسا يا عقلا بجولي مثلا واقع كبيبينين يا عقول ما من دانا أو فعل سر أو أنجام دراوة. كتوز زيد بني لا شايش كاوة زين كاوة بقينا سو كراوة. علي براكم. برام جاي وياك توم صاري شيء. علي. تنفست الهواء يا نفست الهواء تنفست الهواء. بلى. إذا كان هواء كما فعل به هي هواء كذي هرنية. ويا. برام كهواء كذي يعني حتما هنا هواء مجيبة. هو شيء أو عن حسنية. أو عقلنا وهي براكم إيه دي براكم واضحة واضحة إيه
كوتي فعل فاعل حتى يعني أبي لفي شو فعل كيف وفاعل كيف جام في البهيدة بالضبط كم مرتبة كيف بورون كذي نوعه كأمر في البهيدة لدواء يقول فعل وفاعل كويه بالضبط حالي براكم شو كفاعل نبي فعل عن جام بدا كأبو ما في البهيدة جنابه لبي فاعل حالي براكم زور باش إيه. دبراكم براين فرم وهو على قسمين كوتي فعل فاعل أنا لا يا بط ويا فعل فاعل يعني كسي كوا هالصعبة ذكرني ذكرني فعلك بط بس بفعل يعني ما تقول بيت ياكو محزوب يعني هاي كلام بط اسمك إيش كمنصوبة وأنا لا كم بط با محل منصوب يشبه هاي بيت واني ايتو شيء كده زيد منعا زيد منعا من ودرهما جمعا اذا منعا جمعا بل واه بل عنده انا مثلا كمان صوبن كيف يعني فاعل وبن زيدون او معنى زيدون لين معناه اين عامل لك معنوي بيت يا اصلا زيد ما حد كان معنوي بيت ولا عامل معنوي كا ليش ما سكا يعني عامل لك معنوي ايه اشتيك ديرني كا منصوبي كلمة عاملك أما أتوهي مثلا إذا كان زيد منعا يعني منع زيد منعا أما منعا تفسير شيء كاتو ما فعل كما بكاتو منع زيد منع أولي أنا إلا الدرها منع بلا الدرها من جمعا بلا والدرها من جمعا أنا هيتش عن ديارنية نفعل ديارنية حالي بلعكم إيه لم يعني شيء الدرها من جمعا الله أما إلا بالجواب إيش يعني؟ بالسالك جملة يا بالسالك يعني أعطى زيد لكن درهما جمعا. بل. تقول ماذا أعطى؟ ماذا أعطى زيد؟ بل. تقول درهما جمعا. أبي درهما جمعا الجواب السؤال يا كابي. أنا لا أقول جاء كابي أو غيبي لك أو شيء واسع. علي برام. بل. كل الجواب بالسالك كابي بالسالك وده كبيه كعامل حذف كلام. هل يمكنكم؟ بلد يمكنكم دبراكم وهو على قسمين وهو على قسمين مفعول دو باشا بلد عام وهو المجرور بالحرف باشا يعني شيء مفعول لك عام بلد عام يعني شيء كبان جشكير يعني يعني بقول لازم هو متعدي شيء بلد ولازمه لازم متعدي عارف لو بقول ابو فلك لازم فلك متعدي شيء بلد او كامي وهو مجرور بالحرف بالحرف او مفعول عليك حرف جري يسري حرف جري يسري بس متعدي جدي بفعل لازم شاته وين يعني نوع عام علي براكم بلد جاوتي مجرور بحرف الجر هسي مجرور بحرف الجر بمفعول مفعول به بلد هيتو شيء مجرور مجرور بفيه مفعول مجرور بلام وعنيه؟ بل أمانا مثلا يا وعني كان معنا فيه لام بل هل كنا بل مفعول فيه مفعول به يا معنا كان جوازه معنا كده أبي استثنان كده أبي وتعبه هو مجرور بحرف جري سوى فيه واللام هل يبراكم؟ شو قد فيه مفعول فيه يا اللام مفعول له هو قاتل فليرين يسويت هل يرسي سوى فيه واللام ايه أبي قيل لك الأخشى حاجة نسيبني بلا أخشى حاجة نتنقيم على صفة التيني نسيبه متأكد بوينت يا أبي تيجي برام شو قوله على وهو على قسمين أبو شنا أبي استثنك دوائك باسك أخي باسك أبو وهو مجرور بالحرفي بلا أبو عام هو مجرور بالحرفي واني بلا أما مثلا يعني اعتبرنا كأستاذ ذكاين طالب كدوائي جاء كاته أخوي أقول جاي واعش به بلا أبو عام تخوي وقو رخنا على ما أبو سايس بركبي تو بالي رايس استثناك بكدائي انت سوى في ولا بلى يا هو معناهما دبرك
وخاص بالمتعدي. باش قلت المعنى هي خاصة. بل. مفعول به هي طالما شيء خاصة بالمتعدي. هذا المتعدي أبي لازم أنا أبي. بالضبط. علي بلاكم وقد مرة. بالضبط. بلاكم. بس المتعدي لازم أنا كيف بس عامل لكن. عامل قياس. وأنا على بس عامل قياس بس المتعدي ما نقوله ليه بناش نستدي. وكعبود وبشكاء وبشان كجرين جبزاني مجبور بحرف كان غير في ولام في ولام به يا معناه في ولام أو غيري أو عنده دوم شامك خاصة ممتعدي وأتأمل تعبتها للأسماء نابه واضح أبراكم ويجوز تقديمه على عامله دروسا مفعول به في شيء عامله قوتي إلى عمله حالي أبراكم قوتي هي شيء بهذا ما دام كبهذا ده أبراكم عامل كيف بهذا كعامل كيف بهذا توانا شيء كم في الغيب مسوك هلا كيش شعبي هاري بلاكم طبعا بمعنى عنبي جالي وين معنى هي معنى كوا كنا على كيش كبي هاري بلاكم بتي هاي في شروط فان لا كادي خوي لا عامل كده هاتو مثلا بنا هنا عامل كم مصدر بو بلا قربان يا خو مثلا عامل كيس من فعل بو لم كاتي من صبح كان كيش يعنى كبي كنت فصل كده دابين نعم بلا عامل لك اخوان في على ويا مصدر بو لو لكم في عن من عمل يا مقوى الدنيا نابي منصب كان في شان كوي هذه براكم بالضبط شو ضعيف العمل هذا الا ما كاد مجرور بها حاجه مجرور بها فجر او مجاري تيابو مجرور بها فجر نوايا دروزه وبيش كود عليه بها ما شو كيف يجوز تقديمه على عامله دروسه بيش عامله كوكب بشد معني عنا به كما صار بيد يا ما نافع به بالضبط اگر عامله كما صار ما نافع هو بيش ناكوي ده غير جقله ويا بيش اكيد يعني انا كما صار وجود تقديم على عامل ومطلقي ابي وقيد شيء في شباس يقيد لك وي قاعد انا على تو ابي شو بس كدو اگر هذا في على كما فعل ويا عامل لك اسم فعل يا ما نافع يا ما صار بو بيش ناكوي بالضبط وبريه تقول بيش هو ضعيف العمله ولا لا باس ناكوي بالاخره نعم ولا لك وانا بيستان كده جاي ودا الا او انا به وكو زيدان ضربته بلا ها زيدان ضربته صار ضرب فعل وفاعل بلا كيف يشكوا زيدان زيد شيء مفعول به حالي لكم دروس يا دروسني دروس تبو شكرا بروي فعلك عملك عملك بهذا العمل مفعول كده ايش بلا دور دون عملي تبكى حالي لكم بلا بلاغت مثلا بلن چی؟ زیدان ضربی درست هم؟ زیدان ضربی؟ آه بفن اینکه این نمه آقات مدام عامل کمان مصدر دروز نیه بلن ضربی زیدان بله حالی بلن چی؟ ضربی زیدان امهیل هم رویدن سمی خواهی من رویدن امهیل هم؟ رويدن أمهلهم. نخل قربان لي هذا معنى اسم الفعل جزنية. يقولون شيء أمهلهم رويدا. رويدا. بلها زيدا. تعرفون زيدا بلها؟ نخل. عارف رام؟ لكادك كرهاتو عامل كمان اسم الفعل بو. يا مصدر بو جزنية مفعول لك بيش كبير. مفعول لك بيش كبير. فلما تيجي لو دوانا. درست. درست ها مفعول لك بيشي عامل لك بتعامل لك بقوت العمله تنام دوانا يبن بلام لو دوانا شك وتوان اگر هاتو مصدر ويا اسم فعل بو اگر مجرور من هذا بيشك بيشك كيف بالله حالي بلاكم مجرور بحرف جر من جاري تي حالي بلاكم بالله فرمان قولنا برام بلد ايه ويجو وحذف مطلقة بلد ودرسة مفعول به مطلقة حذف يعني مطلقا حذف كي هرنيه برا هاي حذف كي تعالى حذف يعني قرينة أبد يا قرينة نبي أم مطلقة يعني شي يعني بدون بقرينتين أو بدونها واضح براك مو شي مطلقة نصف بي أوي بذل لا إشكال يقدر سبب. أجر هاتو مثلاً قرينة نبو شو من زاني مفعول به هي. والله. ها. شيء بالله خدنا.
دونك قرينا هذا الذي بعث الله رسولا. بل هذا الذي بعث الله رسولا ان بعثه الله او بعث الله او بعث فعل الله فعل كي يديم وفلكي حزم في الهواء. بل علي لكم شو صيري الذي باعتباري فيشو زان راوة شو تقول مصبقي فيشو باشا بل لا زباني على الله فلان يعطي ويمنع فلان يعطي فلان يعطي ويمنع. بل يسأل لي فلان يعطي ويمنع شيء مفقام فلان يعني ديالنا ما هو هيك. إيه قرينا السري. قرينا كيش. قرينا هي. اللي يعطيه من أخونا مقل لي يعطيه. أخويا الله عندي كان معناه بالجيل أساسي. لسابوني ما فلكا. فلان يعطي حتى ما عرف في خلك يعطي الدراهم. يعطي الدنانيرة. هاني برام. هاي أما قرينك واقعة. قيني لفظي ما لرانيه بو شو كواقع خوي قليني كبرا كاسي ولا شيء بخشه هاش مشي كنا بخشه واني أوش أنك يمنع يمنع شيئا يمنع الإعطاء وايا عليك أبو هل إجا كطلب بدوني قليني لفظية ولا قليني كي حالية قليني كي مقالية قليني كي واقعية هر هي إنا شو لم يكاد شو نزاني كبرا كما فلي راح حذف كراو علي براكم وحذف فعله لقيام قرينة ذي بلاكم هل بعد دروسة حذف عامل مفعول به بكين مفعول به كخوينية شي حذف عامل كحذف كاتك لقيام قرينتين كاتك بلقيك هبو لسلي اگر قرينيك هبو طبعا حذف كين اقول شي زيدا لمن قال من ضرب من اضربه كتب طلب لك يبم زيدا كتب زيدا كوا عامل كين بو حذف كده شو لو بس ذلك فيها شو عهد هذا دوبارة كنوع عيبة تكرار كده لا قبيحة هذي براكم أمتى جرى حذف كده أنا أما بعرف عادة فيها وتي حذف إنها العرف الكلامية حذف نية من إيش من أضربه تبيش بس ذلك لو من أضربه كوت زيدا كاوي أضربه زيدا إغنية العرفي كلامية إذا العرفي كومالجي خوانا بوارا حذف تقول غلا فرسال والله ما كي حذف نية أو نيو توتوش نيو طاو كدو وانية يعني رستيكا بفرسالكو والله ما كي طاو هو بلهم العرفي مثلا آوه كتابة كان مثلا نحوية كانت بحذف دعانه أما العرفي كلامية حذف نية شو كطاو كريك إيش طاو كريك فرسال جوابه نسؤال بيجوا نجواب بسؤال معني طاو نعلي بهدو كيف يكوا به كعب إلا شيء هالتكملة ويأم حذف بلا عندك وأنا ما حذفك عادتي نحاتة عرفي كلامينية عادتي كلامينية أما عادتي نحوية علي براكم هنا برام روني أبو سينيرا سينصير مفعول فيه تمام ري